لو الحكايه فيها ان فيتو. انا طبعا سعداء بهذه الدعوه، لكن انا بس مبسوط قوي ان بشوفكم قدام. احنا يعني من سنين مرض كنا طلبه زيكم، كنا بنبقى بانتظار نحضر ندوه زي كده، كنا بنبقى سعداء جدا بيها. هاي قناه السويس الحمد لله رب العالمين بتلبي كل الدعوات من جميع الجامعات في مصر للتعريف بهذه المشروعات القوميه العملاقه اللي هي ان شاء الله بتنقل مصر للمكانه اللي مصر طريق بيها. انا عاوز اقول لكم حاجه بس كده، احنا كمصريين لازم نفتخر ان احنا مصريين. ده كلام مش يعني مش نظري انا اقعد اغنيه، لا دي حقيقه. وهقول لك الدليل على ذلك. سنه 1999 انتهى الامتياز الامريكي لقناه بنما. امريكا سابت قناه بنما انقاذ للبنميين. ماذا حدث؟ حضر الرئيس البنمي لمصر وحضر الهيئه قناه السويس سنه 2000 ووقع اتفاقيه مع رئيس هيئه قناه السويس، اتفاقيه تفاهم ان احنا نساعدهم في اداره قناه بنما. دي حته كبيره جدا جدا ويشهد ليها للعاملين بقناه السويس ولقناه السويس في اداره الممرات الملاحيه العالميه. اداره اسمها اداره التخطيط والدراسات والبحوث. دول كلهم خريجي اقتصاد وعلوم سياسيه. اقتصاد وعلوم سياسيه. صفوه الخريجين بيتعينوا عندنا في الهيئه كلهم بسم الله ما شاء الله وهم صغيرين كده، بياخد الماستر والبي اتش دي بتاعته وهو لسه ما كملش 30 سنه. الناس دول شغلتهم الشاغله ايه؟ دراسه الاسواق البديله والاسواق المنافسه لقناه السويس. وامتى نزود الرسوم او امتى ما نزودهاش او نثبتها. الناس متخصصه في هذا. طب ليه السفينه دي ما بتجيش من عندي؟ ليه بتلوح عن طريق راس الرجاء الصالح؟ طب ليه ما اجيبهاش من عندي؟ افكر في افكار ان انا اجذب تلك السفن اللي ما بتجيش من عندي، اللي الربح بتاعها بالنسبه لعبور قناه السويس يعتبر صفر، ما بتجيش من اصله. تمام؟ فبيبقى عنده دراسات تسويقيه وبنبدا نجيب الناس دي ونشتغل معاها عشان نقنعهم انهم يعبروا القناه، ولو حتى هديه يعني انسنتفز.